لمزيد من النقاش معنا عبر سكايب من هنا من لندن السفير الفلسطيني في بريطانيا الدكتور حسام زملوط. مرحبا بك معنا سيادة السفير. دعني أبدأ بسؤالك، خلافا لما يبدو كنصر قانوني، كيف يمكن أن تستفيد السلطة الفلسطينية عمليا من هذا القرار؟ دولة فلسطين استخدمت كل إمكانياتها واستثمرت جهودها خلال سنوات طويلة للوصول لهذه اللحظة. نحن نريد أن يكون هناك مسار قانوني حقيقي قضائي دولي يعيد الاحترام والهيبة لنظام العدالة الدولي بشكل عام، بعد أن أرهق ترامب لسنوات عديدة مارس ضده عملية ابتزاز، وكل العالم تابع محاولات إدارة ترامب لتهديد القضاء ومنعهم من دخول الولايات المتحدة وما شابه. أيضا هو حقيقة انتصار لضحايا حرب إسرائيل، لضحايا جرائم الحرب. نريد هذه العدالة أن تتحقق بعد كل هذه السنوات. أخي محمد، هذا مسار قانوني وليس مسار سياسي، دعني أؤكد هذا. هذا مسار قانوني بحت. نحن نريد لمجرمي الحرب أن يتحاكموا، نحن نريد للعدالة أن تأخذ مجراها، نحن نريد أن نردع إسرائيل عن جرائم مقبلة. منذ أن توجهنا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 و15 لحد الآن إسرائيل قتلت 3500 فلسطيني. نحن نريد أيضا أن نردع إسرائيل وجنرالاتها وساستها عن فعل ذلك، وبالتالي هذا مسار قانوني بامتياز وخالص. طيب، إذا كان هذا مسارا قانونيا بامتياز، كان اللجوء للمؤسسات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية هو رد فلسطيني على التعنت الإسرائيلي كما سمعنا منذ سنوات، ومراوحة ما يسمى بعملية السلام المكان. كيف يمكن الفصل بين الأمرين؟ ولن يؤثر هذا التحرك القانوني الفلسطيني على إمكانية استئناف محادثات ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة؟ أنا سعيد أنك تسأل هذا السؤال، ودعني أوضحه بشكل كامل. هذا ليس رد فعل على أي شيء سياسي. لو هناك عملية مفاوضات الآن جارية، الآن سنستمر في هذا المسار القانوني. نحن نريد أن يكون هناك عقاب لكل جرائم الحرب. وبالمناسبة نحن نؤمن أن هذا العقاب وانتهاء ثقافة الحصانة القانونية التي تمتعت فيها إسرائيل لعقود طويلة، انتهاء أن تكون إسرائيل فوق القانون، القانون الدولي، هو يصب في مصلحة السلام. وبالتالي هذا ليس ردة فعل على أي شيء. نحن نؤمن أن السبب الأول والأساس لفشل كل محاولات عملية التسوية السياسية هو غياب المحاسبة الدولية، غياب العقاب، فلتان إسرائيل بكل جرائمها، الاستيطان الاستعماري، قتل المواطنين بدون أي داعي، ملف الأسرى، الإعدامات الميدانية. عندما يشعر السياسي الإسرائيلي وعندما يشعر الرأي العام الإسرائيلي أن هناك عقبات، هناك توابع، هناك تكلفة لهذه الجرائم، عندها نتحدث عن السلام. طيب، هل هذا طرح واقعي؟ يعني لو هناك فرصة لاستئناف مسار التسوية وخلق أجواء من السلام بينكم وبين الإسرائيليين، هل هذا الإجراء سيساعد على هذا؟ هل وقتها إذا كنتم يعني مقدمون أو مقبلون على سلام مع الإسرائيليين سيكون هذا الإجراء مساعدا على هذا؟ نحن بدأنا هذا المسار منذ العام 2011 أخي محمد، ولكل المشاهدين الكرام، زمن إدارة أوباما، وكان هناك مساعي أوباما وثم مساعي كيري، كان هناك مساعي سياسية. نحن بدأنا هذا المسار وذهبنا إلى الأمم المتحدة في العام 2012 وحصلنا على صفة دولة مراقبة، وبعدها توجهنا إلى المحكمة الجنائية وحصلنا على دولة كاملة حتى نصل لهذه اللحظة. كل هذا حصل خلال فترة بعض المبادرات السياسية. نحن نفصل بين المسارين، هذا أولا. ثانيا، خلال هذه الفترة منذ أن بدأنا هذا المجهود الدولي بقرار واضح من سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية وكل الفصائل الفلسطينية التي أسسها لجنة وطنية الدكتور صايب عريقات رحمه الله، جمعت بين الكل الفلسطيني، حاولت إدارة أوباما ثم بالطبع إدارة ترامب وبينهم الكونغرس الأمريكي وقبلهم إسرائيل استخدام كل أدوات الضغط التي تتخيله. بالمناسبة أنت تعرف أن مكتبنا في واشنطن، سفارتنا أغلقت وأنا كنت السفير،
هل تعلم أنها أغلقت بسبب ذهابنا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ إذا نعم. نحن دفعنا الثمن ونحن نعرف طيب، الأثمان لهذا لكن الموضوع، سفير حسام، لكن نحن نريد النتيجة بغض النظر عن الثمن السياسي. نحن يتوقع أن يكون هناك حق مزيد الشعب من الفلسطيني هو الأثمان أهم من أي تحقيق سياسي الآن، كما تقولي. ويقول له بالمناسبة. طيب، يتوقع أن يكون هناك أو أن تكون هناك إجراءات عقابية سواء إسرائيلية أو أمريكية، هل السلطة الفلسطينية ستكون قادرة على المضي قدما في هذه الخطوة رغم الإجراءات العقابية المتوقعة ضدها، رغم احتمال قطع التمويل المالي الدولي عنها بشكل شبه كامل؟ يا أخي محمد، أنا أعيد لك، تفضل. هم قطعوا عنا التمويل بسبب المحكمة الجنائية وبسبب انضمامنا إلى المؤسسات الدولية خلال السنوات السابقة. هم أغلقوا سفارتنا في واشنطن، هم استخدموا كل ما يمكن استخدامه، وهذا لم يمكن أن تكون يكن. هناك ضغوط على دول أخرى لوقف أي أشكال تمويل تقدم لكم من هنا أو هناك؟ أنا سفير فلسطين، أتحدث باسم دولة فلسطين. دولة فلسطين وقيادة فلسطين وشعب فلسطين وكل الفصائل السياسية لفلسطين لن يثنيها أي ضغط وابتزاز عن هذا المسار القانوني، ونحن جربنا لمدة 10 أعوام وجربت معنا كل الممارسات. أنا أريد أن أؤكد لك هنا أنه سيمارس ضدنا كل ما توقعته، ولكن هذا ليس اختبار فقط لقوة وصلابة الموقف الفلسطيني، أؤكد لك أنه صلب صلب صلب، هو اختبار لقوة وصلابة النظام الدولي. وإحنا سمعنا امبارح بالأمس بس الرئيس بايدن نعم. في أول خطاب له قال أنه بده تعود أمريكا ك يعني قائدة العالم الحر والديمقراطي الذي يحافظ على حقوق الإنسان. يلا تفضلوا، هذا اختبار حقيقي لإدارة بايدن، طيب. هذا اختبار حقيقي للنظام الدولي، ونحن نجحنا في أن نوصل لهذا النظام. تفضلوا، هذه مسؤوليتكم. إذا نجحوا، المستفيد الأول هو السلام الحقيقي العدل في الشرق الأوسط، وإذا فشلوا فليتحملوا المسؤولية. طيب، هل أنتم واثقون من صدور قرار فعلي ببدء التحقيق، خاصة وأن المدعية العامة فاتو بن سودا ستنهي عملها الصيف المقبل وسينتخب مدعي عام جديد للمحكمة بيده سيكون المضي قدما في القرار أو تجميده أو إلغاه أصلا من الأساس؟ لا، هذا مش موضوع شخصي بن سودة والمدعية العامة الحالية، هي مؤسسة كونية دولية مبنية على أسس قانونية وميثاق روما الذي وقعنا عليه، وهذه المؤسسة أخذت وقت طويل. احنا بدينا من 2015، انت بتحكي عن 6 سنوات، ذهبت وعادت الى الدائره التمهيديه في المحكمه، اعطتنا الولايه القضائيه في البدايه ثم الولايه الزمنيه، لانه احنا وقعنا كدوله فلسطين على كتاب رسمي للمحكمه نريدهم البدء بتحقيق منذ شهر حزيران 2014، احنا حددناها حتى نعم. تشمل الحرب على غزه وجرائم الحرب على غزه بعد هذا التاريخ. طيب. ولكن بقيت الولايه دعنا القضائيه، نسميها المكانيه الاقليميه، وهذا ما حسم بالامس، وبالتالي صحيح. مؤسساتيا المحكمة حسمت أمرها، ستبدأ التحقيق، تمام. ذهبت دي سوتو أم لم تذهب. هذه الولاية القضائية تشمل أيضا غزة وتشمل حركة حماس، سفير حسام، فدعني أسألك عن ما الذي يمكن أن يحدثه هذا على العلاقة بين السلطة وحماس أو على جهود المصالحة، وهل نسقتم أصلا هذا التحرك مع حماس بما أنه يشملهم وقد يتهم بعض قيادي حماس ضمن تحقيقات المحكمة؟ نحن كان هناك لجنة وطنية كما أسلفت التي شرعت بذلك. هذه اللجنة الوطنية شملت جميع الفصائل السياسية الفلسطينية والحركات والأحزاب بما فيها حركة حماس، وأنتم سمعتم ترحيب حار من حركة حماس بقرار المحكمة أمس واليوم. نحن بالنسبة لنا الجرائم الأساسية تأتي من إسرائيل، ونحن كدولة فلسطين ملتزمون بشكل واضح بالقانون الدولي، نحن ملتزمون بالقانون الدولي، وبالتالي أهلا وسهلا فليحققوا. الجرائم هي في إسرائيل، المرتكب الأول والأساس هي تمام. إسرائيل، ونحن لدينا الطرق لندافع عن أنفسنا. وبالمناسبة هناك فريق متكامل، وشاهدت قبل قليل الدكتور عمر عوض الله، فريق عظيم في وزارة الخارجية الفلسطينية قادر، فريق قانوني يعرف ما الذي يفعله بالتعاون مع مؤسسات القانونية المدنية الفلسطينية. شكرا لك السفير الفلسطيني في بريطانيا دكتور حسام زملوت، كنت معنا عبر سكايب من لندن.